بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يشتكي الكثير من الأساتذة من عدم انتباه التلاميذ أثناء تقديم الدروس وتشتت انتباههم خلال الشرح. وعندما يحضر الآباء للسؤال عن أبنائهم، تجد الأساتذة في الكثير من الأحيان يربطون تدني النتائج بعدم الانتباه أثناء الدرس ونقص التركيز وانشغالهم باللعب والحديث مع الزملاء إلى غير ذلك من المعيقات. فبهذا نلقي اللوم كله على التلميذ وننسى أن الأستاذ ربما يفتقد لمهارات التدريس التي من بينها مهارة جذب انتباه التلاميذ. في هذه الحلقة اخترت لكم 15 مهارة لجذب انتباه تلامذتكم، وأتمنى أن تعملوا بها لتحسين أدائكم ومن ثم أداء أبنائكم. فابقوا معنا إلى نهاية هذه الحلقة، ومتابعة طيبة للجميع. عندما يدخل الأستاذ الفصل الدراسي ويتعامل مع تلامذته، فإنه لا يتعامل مع نوعية واحدة، بل يواجه فئات مختلفة. ومن بين تلك الفئات مجموعة من التلاميذ يتصفون بصفة التشتت الذهني والسرحان بعيدا عن موضوع الدرس. فمشكلة انصراف التلميذ عن الدرس والتي يعبر عنها بالسرحان تعني البعد الذهني عن جو الصف الدراسي والانشغال بأمور أخرى عن الدرس، فيكون التلاميذ حاضرين الدرس بأجسامهم لا بعقولهم، حيث تتفاوت درجة تركيز انتباههم على الدرس. فمن التلاميذ من يستطيع التركيز لفترة طويلة قبل أن تتشتت أذهانهم ويتسرب إليهم الملل، والبعض الآخر لا يملكون التركيز على الدرس ومتابعته إلا فترة قصيرة، ثم يجدون أنفسهم غارقين في أحلام اليقظة خارج حدود صفهم أو مدرستهم. ولذا ينبغي على المدرس أن يعرف أن أهم شيء لتحقيق أهدافه التعليمية هو جذب انتباه التلاميذ دائما بما هو مشوق ومرتبط بحياتهم، ليستحوذ على تفكيرهم واهتمامهم. دعونا أولا نعرف مهارة جذب الانتباه، فهي عملية تقوم بتوجيه شعور الفرد نحو موقف سلوكي معين جديد، كما تعرف بأنها عملية يقصد بها توجيه شعور الفرد أو إدراكه الذهني إلى موقف سلوكي جديد عن طريق بعض المثيرات المتنوعة استعداداً لما فيه من سلوكيات تحتاج إلى تدبر. فتمكن الأستاذ من جذب انتباه تلامذته يتطلب مجموعة من المهارات السلوكية في إيجاد جو متفاعل يتمكن من خلاله تحقيق الأهداف بكل رضا وسرور. بعد هذه المقدمة البسيطة، أدعوكم إلى أخذ ورقة وقلم لتدونوا معي 15 مهارة لجذب انتباه التلاميذ أثناء تقديم الدروس داخل الفصول الدراسي. المهارة الأولى: استخدام أساليب مختلفة لجذب انتباه التلميذ لبدء الدرس. يعني قبل بداية الدرس ماذا ينبغي على الأستاذ أن يفعله؟ إن المدرس الجيد والمنظم لإدارة الصف بطريقة فعالة يحرص على جذب انتباه تلامذته في بداية الحصة قبل الشروع في الدرس. فمثلاً يستطيع الأستاذ في بداية الدرس أن يبدأه بسرد حادثة واقعية، ومن الممكن أن يروي الأستاذ قصة تتعلق بموضوع الدرس حتى ولو من نسج خياله، كنوع من التمهيد لموضوع الدرس، أو أن يطرح سؤالا حول موضوع الدرس بشرط أن يتوقع وجود معلومات لدى التلاميذ حوله، أو يعرض فيلما قصيرا بواسطة الفيديو ثم يطرح أسئلة حوله، أو استغلال خبر في صحيفة أو حدث جار في المجتمع له علاقة بالدرس كمثير للتلاميذ. وبعد التهيئة النفسية للتلاميذ وشعور المدرس بانتباه الجميع،
لابد أن يبدأ المعلم بالشرح دون تأخر أو انقطاع أو توقف لأمر جانبي لا يخص الصف، كأن يتوقف الأستاذ مثلا عند سماعه لشجار خارج القسم أو مناداة أحد المارين أمام الصف، لأن ذلك من شأنه إبعاد التلاميذ عن الجو المدرسي وإعطاء المجال لظهور المشكلات الصفية أو المشاكسات، حيث يصعب على الأستاذ بعد ذلك إعادة الأمور إلى نصابها في الصف. إذن هذه هي المهارة الثانية، البدء مباشرة بعد انتباه التلاميذ دون تباطؤ أو انقطاع أو توقف. المهارة الثالثة، الانتقال السلس من فقرة إلى أخرى في الوقت المناسب دون تباطؤ. إن الصف الذي يؤدي وظيفته التعليمية بنجاح يعكس ويبرز مدى ما بذله الأستاذ من تنظيم وتخطيط وتوقيت لتنفيذ الدرس وممارسة نشاطه بدقة وفاعلية. فهذه الأنشطة يفصل فيما بينها فترات تسمى انتقال، وتسمى نقطة البداية والنهاية لكل نشاط. إن فترات الانتقال الفاصلة بين نشاط وآخر تتسبب في حدوث عدة مشكلات إدارية، وخاصة إذا كانت فترة الانتظار طويلة، إضافة إلى حدوث سلوكيات غير مناسبة ومزعجة من التلاميذ. هذه السلوكيات تؤثر في انسياب الدرس وسيره وخروجه على المسار. ولكي يتجنب المدرس ذلك كله، فلا بد من توفر قوة الدفع والسلاسة. وتشير قوة الدفع إلى سرعة الحصة وعدم التباطؤ والاستمرارية في تقديم النشاط دون التوجه إلى موضوعات قد تؤثر على تنفيذ الأنشطة، وبذلك يحافظ المدرس على انتباه التلاميذ كمجموعة واحدة وفي وقت واحد. المهارة الرابعة، دائما في مهارات جذب انتباه التلاميذ، المهارة الرابعة مواجهة التلاميذ أثناء الشرح، بمعنى الأستاذ يجب أن ينظر إلى تلامذته. فكثير من مشكلات الضبط الصفي تظهر نظرا لانشغال الأستاذ عن تلامذته، ومن مظاهر ذلك إدارة الظهر عند الشرح أو تركيز النظر خارج الصف. ولذا لا بد من الأستاذ أن ينظر إلى التلاميذ أثناء الشرح وأن لا يدير ظهره إليهم، لأن هذا يعطي مجالا للعبث وعدم التركيز من جانب بعض التلاميذ. فأفضل موضع للأستاذ عند الكتابة على السبورة هو أن يكون مواجها للتلاميذ، وأن تكون السبورة إلى اليسار. فعندما يبدأ المعلم بالكتابة على السبورة دون رؤية ما يحدث في الصف، قد يقوم أحد التلاميذ بالعبث وإشغال الآخرين ويثير شغب في الصف يصرف الجميع عن الدرس. لذا يجب على الأستاذ أخذ موقعه حيث يستطيع رؤية كل تلميذ باستمرار وما يحدث في القسم. خامساً، التنقل أثناء الدرس بين التلاميذ لمساعدتهم فيما لديهم من صعوبات في الدرس. ينبغي على المدرس إنجاز مهام درسه بحيوية، أي بنشاط وحركة متنوعة، لإبقاء التلاميذ منتبهين إلى ما يحدث في الصف. حركات مقصودة يتطلبها الموقف التدريسي، ويتوجب عليه الانتقال أثناء الدرس بين التلاميذ، وليتحقق عن قرب مما يواجههم من صعوبات، وعلى وجه الخصوص التلاميذ الذين يغلب عليهم الخجل والانطواء فيوجههم بشكل فردي. كما أن التغذية الراجعة المنظمة مرغوبة أكثر من التغذية الراجعة المتقطعة. ربما سيأتي موعد أو حلقة للحديث عن هذا الموضوع، موضوع التغذية الراجعة، لأنها تقدم مزيدا من المعلومات وتقلل من الوقت الذي يصرف على إعادة تصحيح الأخطاء. المهارة السادسة، مهارة توجيه الأسئلة بشكل عشوائي غير متوقع أو مرتب. إن إدارة الصف الفاعلة تنعكس من خلال ما يستخدمه الأستاذ من تقنيات واستراتيجيات تدريسية
للمحافظة على المجموعة يقظة ومسؤولة، وهذا يشمل توجيه الأسئلة الصفية بشكل عشوائي غير متوقع، فينبغي طرح السؤال أولاً والنظر إلى المجموعة قبل دعوة أي تلميذ للقراءة أو الإجابة على سؤال للتأكد من انتباه الجميع وانتظارهم للمناداة على أحدهم وفقاً للاختيار العشوائي. ويتعمد المدرس سؤال التلاميذ الذين يغلب عليهم الشرود أو السرحان على ألا يعمد إلى النيل منهم أو تحقيرهم لعدم إجاباتهم وارتباكهم، بل يشجعهم على الإجابة الصحيحة قبل جلوسهم في مقاعدهم. المهارة السابعة: التنويع في مستويات الأسئلة لتشمل المعرفة، التذكر، الفهم، التطبيق إلى غير ذلك. إن التنويع والتحدي في متطلبات الأسئلة يساعد على جعل التلاميذ متيقظين ومنتبهين لهذا النوع من الأسئلة، لأنها أسئلة تثير التفكير لدى التلاميذ. فالملاحظ أن معظم الأسئلة التي يوجهها المدرس للتلاميذ هي الأسئلة التي تركز على مستوى التذكر دون المستويات العليا كالفهم أو التطبيق أو التحليل أو التركيب أو التقويم، وهذا لا يتطلب إلا جهدا بسيطا من التلاميذ. ولذلك برزت اتجاهات عديدة في مجال التربية، ومن بينها مجال طرح الأسئلة التي يستخدمها الأستاذ داخل الصف، والتي تنادي بضرورة تنوع الأسئلة بحيث تشتمل على أنواع مختلفة من الأسئلة التي تخدم مستويات مختلفة من التفكير. فلا بد من استخدام أسئلة تذكيرية، وهي التي تتطلب إجابات تستدعي استرجاع المتعلم لما سبق أن حفظ، وكذلك أسئلة تجميعية، وهي التي تتطلب ربط وجمع المعلومات المتفرقة المعطاة أو المسترجعة وصولاً إلى تعميم أو تعميمات تحكم هذه المعلومات. أما الأسئلة التي تتطلب قدرات عقلية فتمثل الأسئلة التي تتطلب نوعاً من التفكير، كأن يطلب المدرس من التلميذ ابتكار إجابة جديدة بالاستعانة بما لديه من معلومات سابقة، أو يدعم إجابة معطاة بأدلة مقنعة. ويقابل هذا الصنف من الأسئلة مستوى التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم، أو الوصول إلى تطبيقات جديدة للتعميمات أو المبادئ. ويتفق هذا النوع من الأسئلة مع أسلوب التفكير الاستدلالي، أو ما يسمى بالتفكير الاستنباطي، وتسمى أسئلة تفريقية. إن هذا النوع أو إن هذا التنويع في الأسئلة يدفع الإثارة والمشاركة الفعالة والقضاء على الملل الذي قد يصيب التلاميذ ويدفعهم إلى إثارة المشكلات الصفية. المهارة الثامنة: اختيار الأسلوب المناسب لجذب انتباه التلميذ شارد الذهن أثناء الدرس. تعد عملية الانتباه مهمة جدا لبقاء عملية الاتصال مستمرة بين الأستاذ وتلامذته، لأن ذلك من شأنه زيادة التحصيل الدراسي. كما يستطيع الأستاذ إعادة التلميذ شارد الذهن إلى الصف عن طريق استخدام الاختيار العشوائي عند طرح الأسئلة، رغبة في جعل المتعلمين منتبهين باستمرار. ولا بد أن يسأل المدرس المتعلمين أكثر من مرة كلما أمكن، حتى لا يضع في الحسبان بأن دوره في المشاركة الصفية قد انتهى، فيركن إلى النوم أو المشاكل الجانبية أو الشرود، ويرتبط بذلك أهمية إلقاء السؤال على الصف كله ثم اختيار أحد المتطوعين، ولا يهمل من لا يرفع أصبعه، وأن يلجأ الأستاذ إلى الأسئلة القصيرة والسريعة فيباغت أي تلميذ يحاول الانصراف أو يطلب إعادة شرح آخر فكرة شرحها المعلم أو الأستاذ. المهارة التاسعة مهمة جدا: التنويع في درجات الصوت.
ينبغي على المدرس الكفء الناجح الابتعاد عن أسلوب سرد المعلومات سردا رتيبا دون الأخذ في الاعتبار حاجات التلاميذ واهتمامهم وتفاعلهم، مما يسبب سرحان المتعلمين وشرودهم، فقد يكون صوت الأستاذ هو نفسه مصدرا لمشكلة السرحان التي يعاني منها التلاميذ، حيث لم يكن معبرا بالدرجة الكافية التي تعمل على إيقاظ التلاميذ وعلى شد انتباههم للدرس. ولذا على المدرس أن يتأكد من أن نبرة صوته مناسبة، وأنها ترتفع وتنخفض حسب الحاجة، كي تعبر عن فكرة معينة أو معنى بذاته، وأن يتأكد بأن صوته يصل إلى جميع أفراد الصف، ليبقى التلاميذ مشدودين إلى شرحه. المهارة العاشرة دائما في مهارات جذب انتباه التلاميذ أثناء الدرس، التنويع في درجة صعوبة الألفاظ المستخدمة بما يتناسب مع قدرات التلميذ. فعند دخول الأستاذ الصف يواجه فروقا فردية تكاد تجعل كل واحد منهم مختلفا عن الآخر في الاستعداد السريع للفهم أو في البطء. ولذلك فالأستاذ النابه الواعي يتوقع هذه الفروق بين تلامذته ويستعد لها، فيتجنب دفع التلاميذ إلى مستوى من الاستيعاب يفوق قدراتهم، ويجب عليه أن يزيد من قدراتهم على أن لا يرهقهم أو يكون مثبطا لهممهم. فاستخدام الألفاظ المتنوعة يساهم في استيعاب المتعلمين لمعانيها، كاستخدام الأستاذ لطرق تدريس مختلفة لمراعاة الفروق بين التلاميذ. المهارة الحادي عشر التنويع في استخدام أساليب المديح في الحصة الواحدة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مهارة التعزيز، وتحدثنا أيضا عن أنواع التعزيز. يعد المديح أداة التعزيز الفعال، يكافئ الفرد على ما قام بإنجازه ويقوم بتوجيه احترام الذات عنده، فينبغي على المعلم مكافأة التلميذ الذي يجيب إجابة صحيحة تقديرا له وتحفيزا لزملائه. ولكن يفضل تنويع كلمات الإثابة وأن تكون على قدر إجابة التلاميذ، فالتنويع من التعزيز ووسائله المستخدمة وعدم الاقتصار على نوع أو أسلوب واحد يساعد على إعطاء التعزيز قيمة وعدم ملل التلاميذ بعد فترة من استخدامه. فالتعزيز قد لا يؤدي بالضرورة إلى النتائج المتوقعة عندما يساء استخدامه، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الإضرار بعملية التعلم، وذلك للأسباب التالية: أولاً، اعتماد الأساتذة على نمط واحد أو نمطين مفضلين من أنماط التعزيز، مما يفقد التعزيز فعاليته نتيجة الإفراط في الاستخدام كالمديح دائما عند إحراز أي نجاح. السبب الثاني استخدام التعزيز للإجابات التافهة للتلاميذ مرتفعي التحصيل، وهذا خطأ حيث يجب أن تكون استجابات المتميزين متميزة. وللخروج من هذه المشكلة على الأستاذ أن يختار ألفاظا مختلفة في التعزيز اللفظي بالمديح، كأن يقول كلمة واحدة مثلا: مدهش، رائع، ممتاز، صحيح. كلمتين: اقتراح جيد، فكرة مدهشة، عمل رائع. أو جملة مثل: أنا معجب بإجابتك يا فلان، كيف توصلت إلى هذا الحل؟ وعلى المعلم مراعاة الطريقة التي يقدم بها المديح، فهي مرتبطة بنغمة الصوت وسرعة الإلقاء وصدق المشاعر. ولا بد أن يربط المعلم بين أسلوب المديح ونوع الإنجاز الذي قام به التلميذ، مثل: أشكرك على أدائك المرتب للحل. وصلنا إلى المهارة رقم 12 التنويع في أساليب التدريس المستخدمة في الحصة.
ينبغي أن يختار الأستاذ الطريقة التي تؤكد على وجوب مشاركة التلاميذ في النشاط الصفي والتشجيع على أن يكون التلاميذ إيجابيين ومتفاعلين، وأن يضع في اعتباره مستوى نمو ودرجة وعيهم وأنواع الخبرات، تجنبا للتكرار في الطرق التعليمية التي مروا بها، وتجنبا أيضا للملل. ويستخدم أكثر من طريقة في الدرس الواحد، بحيث تلائم كل طريقة مجموعة من التلاميذ. المهارة رقم 13، تقسيم موضوع الدرس في الحصة الواحدة إذا كان طويلا. ينبغي على الأستاذ في هذه الحالة تجزئة الدرس وتقسيمه إلى مراحل بطريقة تساعد على فهمه وتساعد الربط بين فقراته، وتنتهي كل مرحلة بأسئلة يتحقق بها من فهم التلاميذ واستيعابهم لها، وتكون مدخلا للمرحلة التي تليها. المهارة رقم 14، التوقف عند كل فقرة للمراجعة وسؤال التلاميذ. يجب على المدرس أن يعرف أثناء تقويمه للدرس مدى فهم تلامذته، لا بعد الانتهاء من الدرس. فبعد أن يقدم لهم شرحا لبعض النقاط، ينبغي عليه أن يطرح على التلاميذ أسئلة للتأكد من فهمهم للنقاط الرئيسية. ويمكن للأستاذ أن يطلب من التلاميذ أن يقدموا إجابات مكتوبة عن الأسئلة المتعلقة بالدرس. المهارة الأخيرة في هذا العرض، التوقف عن الشرح فور ملاحظة شرود أو ملل التلاميذ. عندما يشعر الأستاذ أن هناك بعض حالات الشرود أو السرحان، فعليه التوقف فورا عن الشرح، وخاصة بعد بذله العديد من المحاولات لتشويق التلاميذ. وهنا عليه اللجوء إلى بعض أوجه النشاطات التي تساهم في إعادة التلاميذ إلى جو الصف الدراسي، كالقيام بتكوين مجموعات من التلاميذ لمناقشة أجزاء من الدرس، أو القيام بتمثيل أجزاء أخرى، أو قد يتوقف الأستاذ ليسأل التلميذ المنشغل. إن الأستاذ الناجح هو الذي يلجأ إلى استخدام العديد من المثيرات والحركات المتنوعة لجذب انتباه تلامذته في كل لحظة من لحظات التدريس الصفي لزيادة تحصيلهم الدراسي، وإلا أصبح وقته وجهده ضائعا بلا حصيلة وبدون تحقيق الأهداف التعليمية المخطط لها مسبقا. ولا بد له من اختيار بعض الوسائل التعليمية بشكل جيد. لذا ينبغي على الأستاذ أن يعد نفسه للدرس بإعداد الأساليب التي تزيد من اهتمام تلامذته بالدرس، ويركز انتباههم على بعض الأمور الأساسية. فقد يضع الأستاذ خطة متكاملة لدرسه قبل حضوره للصف، ولكن يصادف بعض العوامل التي لا تساعده على تحقيقها. فقد يبدأ الأستاذ في شرح الدرس ويسترسل في طرح أفكاره، والكثير من أفراد الصف لا يفهمون ما يقوله، ويتسرب بذلك إليهم الملل، وهذا بطبيعة الحال يقلق الأستاذ، لأن جهده ضائع بدون تحقيق ما يرغب، وأن ما تم التخطيط له قد ذهب هباء منثورا. إلى هنا نأتي على نهاية هذا العرض، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وتستفيدون منه لتحسين أدائكم داخل الصف الدراسي. وبالله الموفق، إلى اللقاء.